السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، أفتقدكم كثيرا وأتمنى أن تكونوا عائلتكم بخير بإذن الله. نستأنف التعلم من بعد حتى يهيئ لنا الله التعلم من قرب قريبا إن شاء الله. فيقدم قسم التربية الدينية للمرحلة الابتدائية أن نتعلم معا بعض المعارف التي نحتاجها في حياتنا. واليوم نتناول في الوحدة الأولى درسي هما الإيمان باليوم الآخر وأن نؤمن بالرسل. كما تعودنا قبل بداية درسنا أن نردد هذا الدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مخرجات التعلم: مخرجات التعلم من هذا الفيديو هو أن يكون الطالب قد عرف أولاً قصة سيدنا إبراهيم مع ربه عن إحياء الموتى، ثانياً أن يتعرف الطالب على صفات الرسل وهذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم، ثالثاً أن يتعرف على أسماء الرسل، رابعاً أولو العزم من الرسل. قبل أن نبدأ درسنا، تعالوا معي نتذكر ما هي أركان الإيمان؟ لقد درسناها في السنوات الماضية. أركان الإيمان هم 6 أركان، وهي: أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واليوم سنتناول 2 منهما، وهم الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرسل. أولاً، الإيمان باليوم الآخر. ما المقصود يا طلابي باليوم الآخر؟ فلنفكر. نعم، الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر يقصد به يوم القيامة. معنى ذلك أن المسلم يعيش في الدنيا ويعلم أنها مرحلة في الطريق يزرع فيها أعمال، سواء كانت هذه الأعمال أعمال صالحة أم فاسدة، ثم تنتهي حياته بالموت. يوجد أمامنا طريقين، انظر معي ما نهاية كل طريق. الطريق الأول: إن كان عمل الإنسان فيه خيرا فسوف ينتهي به الطريق إلى الجنة. نعم. الطريق الثاني: إن كان عمل الإنسان فيه شر فينتهي به الطريق إلى النار. فيجب على كل منا أن يختار الطريق الصحيح، وهو طريق الجنة. وهنا نسأل سؤال مهم: هل نحيا بعد أن نموت؟ فلنفكر. هل يحيا الإنسان مرة أخرى بعد الموت؟ يا ترى ما هي الإجابة؟ الإجابة نعم، وسأحكي لكم ما ذكره القرآن الكريم عن حديث سيدنا إبراهيم مع ربه عن إحياء الموتى، ولنسمع لهذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ماذا نتعلم من هذه القصة؟ تعالوا معي نعرف قصة سيدنا إبراهيم مع ربه، وماذا نتعلم من هذه القصة؟ هذه القصة تحكي لنا أن سيدنا إبراهيم قال لربه: أرني كيف يا الله تحيي الموتى.
فقال الله لسيدنا إبراهيم: ألم تؤمن بي؟ قال سيدنا إبراهيم: بلى يا الله، ولكن ليطمئن قلبي ولكي أرد على الذين ينكرون الحياة بعد الموت. فأحب الله أن يجري لسيدنا إبراهيم تجربة عملية ترى بالعين لكي يطمئن قلب سيدنا إبراهيم. وهذه التجربة أن الله سبحانه وتعالى طلب من سيدنا إبراهيم أن يأتي بأربعة من الطير، ثم يقطعهن قطعا قطعا، ثم يخلط هذه القطع بعضها ببعض. وماذا بعد ذلك؟ طلب الله سبحانه وتعالى من سيدنا إبراهيم أن يجعل على كل جبل منهن جزءا، أن يذهب إلى كل جبل ويضع عليه قطعة من هذه القطع. وطلب الله من سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يقف في مكان ما بين هذه الجبال ويدعو أجزاء الطيور المبعثرة فوق تلك الجبال. ففعل سيدنا إبراهيم ذلك، فإذا بالطير تأتينه سعيا، يعني تأتي الطير مرة أخرى حية. ماذا نستفيد من هذه القصة؟ نستفيد من هذه القصة قدرة الله تعالى على كل شيء، وأن الله إذا أراد أي شيء يقول له كن فيكون. تعالوا معي نتذكر ما فعلناه سابقا في حصتنا. عندما أحضرنا ورقة وقطعناها قطعا صغيرة وسألتكم: هل منكم لديه القدرة على إعادة الورقة مرة أخرى كما كانت؟ بالطبع لا منا يستطيع فعل ذلك. فهذا يدل على قدرة الله وحده على فعل هذه الأشياء. وهنا يجب أن نعرف ما الفرق بين البعث والحساب. كل منهما له تعريف مختلف عن الآخر. تعريف البعث هو إحياء الناس مرة أخرى بعد الموت، وتعريف الحساب هو محاسبة الناس على أعمالهم ودخولهم الجنة أو النار. ويبقى آخر سؤال في درسنا: ما هو واجبنا نحو اليوم الآخر؟ واجبنا نحن المسلمين أن نؤمن باليوم الآخر وبأنه حق، وفيه يكون البعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. وهنا يكون انتهى درسنا الأول. سأترككم لوقت استراحة قليل لعمل أشياء مفيدة ولعمل هذه الأشياء، وبعدها نكمل درسنا الثاني. فكل منا يقوم ببعض الحركات الرياضية، وكل منا يتناول كوب من الماء، وأترككم في استراحة قليلة لنكمل بعدها درسنا الثاني. لقد انتهت استراحتنا ونكمل الدرس الثاني، وهو نؤمن بالرسل. من هم الرسل؟ الرسل هم الذين اختارهم الله لهداية الناس إلى الحق والخير، وأنزل عليهم وحيه وكتبه. كل من هذه الرسل الله أنزل عليهم الوحي سيدنا جبريل والكتب السماوية. والله يختار من عباده من يؤهله للنبوة فيحفظهم من الضلال والانحراف، ويعطيه من الصفات الكريمة ويجعله مؤهلا للرسالة. كما ذكرنا أن يجب أن تتوفر في الرسل الصفات الكريمة. ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الرسل؟ صفات الرسل:
أولاً أن يكون حسن الخلق، الصدق، الأمانة، التبليغ، الفهم والذكاء، رقة الشعور. كل هذه الصفات يجب أن تتوفر في الرسل، ويجب علينا نحن المسلمين أن نتبع هذه الصفات وأن نتحلى بهذه الصفات. أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم من الرسل؟ ولماذا أطلق الله عليهم أولو العزم؟ أطلق الله عليهم أولو العزم لأنهم أكثر الرسل صبراً على إيذاء أقوامهم، وجاء ذكرهم في القرآن الكريم في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذه الآية تطلب مننا أن احنا نصبر كما صبر أولو العزم، لأن هؤلاء الرسل صبروا على إيذاء أقوامهم، فالله يأمرنا أن نصبر كما صبروا. طيب، يبقى سؤال: من هم يا معلمتي أولو العزم من الرسل؟ من هم هؤلاء الرسل الذين أطلق الله عليهم أولو العزم؟ الرسل الذي أطلق عليهم أولو العزم هم خمس رسل، وهم سيدنا إبراهيم، وسيدنا نوح، وسيدنا عيسى، وسيدنا موسى، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسل هم أكثر الرسل صبراً على الإيذاء،